السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامج إدارة الثروات والاستثمار والمقدمة من معهد خبراء المال. في هذه الحلقة سنتطرق إلى موضوع هام جدا ألا وهو علوم الاقتصاد. يمكن تقسيم علوم الاقتصاد إلى جزئين، علوم اقتصاد جزئي وعلوم اقتصاد كلي. علم الاقتصاد الجزئي كما يوحي من الاسم هو جزء صغير جدا من فكرة الاقتصاد وعلوم الاقتصاد. قد تحتاج إلى دراسة الاقتصاد الجزئي إذا كنت من الأفراد أو إذا كنت من أصحاب الشركات الصغيرة، ولكن علم الاقتصاد الكلي هو علم أوسع وأشمل بكثير. يشمل علم الاقتصاد الكلي أشياء كثيرة مثل الدخل القومي، العمالة، التضخم، ويمكن النظر إلى هذه على أنها البيئة الاقتصادية التي نعيش فيها جميعا وحيث تعمل الأسواق المالية. يتجلى دور علم الاقتصاد في قياس النمو الاقتصادي والذي ينعكس على المجتمع والشعوب. ومن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نظام الاقتصاد الكلي التدفق الدائري للاقتصاد. هذا التدفق هو التفاعل بين العائلات والشركات. العائلات بمعناها الواسع هم أصحاب عوامل الإنتاج ومدخلاتهم في العملية الاقتصادية عبر عملهم واستخدام الأرض والموارد التي تشكل في نهاية المطاف جزءا من ثروة الأمة والتطبيق لرأس المال. والشركات هي الكيانات التي تنشأ عن مجموعة الموارد الأساسية الثلاثة: الأرض والعمل ورأس المال. ولذلك فإن دورة الإنتاج تتضمن العائلات والشركات معا. هنالك أيضا دورة الدخل والإنفاق والتي أيضا تحتوي على العائلات والشركات. فالعائلات تقوم بشراء المنتجات المصنعة أو المنتجة من الشركات، والشركات بدورها تقوم باستخدام العائلات في تصنيع هذه المنتجات. فالعائلات تحصل على المال من الشركات، والشركات تحصل على المال أيضا من العائلات. ولذلك ظهر ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي. لمعرفة المزيد يرجى متابعتنا في مزيد من الفيديوهات. شكرا لاستماعكم.